عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيك العافية حبايبنا. رجعنا لكم فيديو جديد ويوم جديد، والساعة 9 الصبح عند أخونا أبو أنس. طبعا إحنا اليوم في منطقة قويسمة جنب الملعب تقريبا، عند سطح مميز وجميل، سطح حلو ومؤدب من عالم وناس. طبعا سطح صغير ولكنه إشي واو. خلينا نبلش بس بالقعدة. هان أنا طبعا شخص أنتم بتعرفوه وصورنا عنده. طبعا هذا نظام، يعني أبصر بعرفش نظام قديم وحركات هيك وبلطات وأسهم ورماح وشغلات ما شاء الله. شوفوا 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 شوف ما شاء الله، يعني حتى أبو أنس ما شاء الله عليه بحب الأنتيكة والشغلات القديمة، حتى عنده كتب جميلة، عنده شغلات يعني مميزة وقعدة. ها والمكانس، ها هاي المكانس هاي قديمة تمام. زائد شوفوا القعدة الجميلة ما شاء الله، قعدة واحد عن جد أنيق بحب الحمام. ترى هوال يعمل زيها، بس أنا السطح عندي عجكته كثير. طبعا ومعانا اليوم محمود. تعي محمود جاي هيك، كيف حالك كبير؟ الله يسعدك، يعطيك العافية. الله يسعد صباح. شو المنطقة هاي أنا قلت عليها مزبوط؟ قويسمة عند الملعب، بداية النوارة تقريبا. حلو. طبعا شو رايك في النظام هذا محمود؟ نظام انا شايفه نظام عالمي على فكره. في نظام صوب بتحطم على ما يبدو، وطبعا مراوح واضاءه وصلاه النبي، الزلمه مأنتك يعني. زائد شوفوا عنده بالليل شيء مرتب. شوفوا كيف، طبعا هذا كله عنده عشان الحمام، عشان ما ينزلش يحتاج شيء، شغل مشاوي حتى الاطفال، مجله ومغسله وحركات. شايفين نظام واصل المي معقول محمود؟ حتى فلتر صلاة النبي، ما شاء الله ما شاء الله. تمام، يعني مدلع الحمام، زائد قاعدة هون ما شاء الله. والأهم من الموضوع شوف السطح الجميل، شوف النظام، يعني أنا مش فاهم كيف بكش كيف بصيد يا زلمة ما شاء الله. الله يبارك له. طلع يا إخوان نظام الخشش زي ما انت شايفين ما شاء الله. هيك كان عندك خشة مترين بمتر ونص، وعندك هنا خشة وخشة، وعندك هنا قل نزع على ما يبدو أو جواز، بعرف جواز، وهي خشة وخشة خشتين هدول، وهي خشة. طبعا هاي خشة كيف بطلع لها؟ هاي خشة. شايفين إخوان؟ طبعا الشاب نزل يجيب لنا شاي تمام، فإحنا حبينا إيش بس إيش نختلس منه المكان ونصور النظام المرتب. طبعا نظام مرتب، سطحه جميل يعني ما شاء الله. وشوف بكفي القعدة هاي لحالها، هاي قاعدة يعني مش عارف شو بتهيئ له، بده ينزل يعمل تحت. شو بدي يعمل تحت هنا إذا في القعدة هاي ما شاء الله؟ كله شغل إيده، ما شاء الله الله يبارك له، كله شغل إيده زي ما بقول لكم محمود. سطح نظيف جميل، طلعوا الرفصة وعنده عب صغير، بس رفصته عن جد مرتبة. هذا العب حطيته على سطح ثابت، وقول أنا بحط بكش. هو ما بكشش، هو ما بصيدش. لا لا. هو حاطه سلاية. فحطيت له العب خاوي أنت. انه يعني في حال انه نزل عنده شيء. طبعا يا اخوان احنا بموسم جرد فراخ، يعني اكيد راح يطلع لنا فراخ القويه مبركه عنده على ما يبدو. بس يعني انا النظام هذا عاجبني كثير، ولكن في شغله تعقيب صغير يا زلمه، سطح الحمام صغير، شو القصه؟ طب كيف بعلف؟ كيف بيعمل؟ السطح يكون عليه ريشه، شوف السطح ما شاء الله نظيف. طب ماشي، بعلف وين؟ بعلف هان ولا هناك؟ لا هون عادي مش مشكله. طبعا الرفصه يا اخوان تقريبا هيك 3 متر. لا هيك هيك. فيها 3 متر اكثر شوي، وعرض فيها 4 متر 4 وشوي، يعني انت بتحكي سقف بيت تمام، سقف غرفه تمام. فالمكان جميل ومميز. طبعا احنا ما نقدرش نفتح الحمام لانه الزلمه ادرب حمامه. زائد شوفوا ما شاء الله، مين هذا؟ ابو مين هذا؟ ما بتعرفوش تمام، بس ما شاء الله عنده كمشة فراخ محترمه. شوفوا صلاه النبي، شوفوا ما شاء الله كمشة الفراخ اللي عنده، قاعد بجرد فراخ. الله يطرح له البركة يا رب، الله يطرح له البركة. طبعا الجو هنا هادي، ما توقعتش انه يكون الجو هيك هادي يا محمود، والله العظيم. انا بيتي فوق صار. طبعا انت صار بيتك وين؟ وين الشجرة؟ هي خشة هديك، خشة الزلمة اللي هذا اللي شفناه اللي قلت لك هذا شيخ صح؟ شكله شيخ. انت شايف الشجرة؟ انت تحت بالشجرة شوي صح؟ بس يعني بينك وبينه بيتين هذا ابو الرفصة صح؟ ايوه هاي بيت محمود يا اخوان عند الشجرة هديك، واحنا هون. طبعا يا اخوان ما شاء الله النظام على السطح جميل ومرتب، خليكم معنا عشان ايش نشوف اكثر في الفيديو، نرجع لكم. يا اخوان فتحنا على المبركه ما شاء الله، فيها كم من بوز ما صلاه النبي على حلبي جميلات، راح نفرجيكم اياها بالتفصيل، وبعديها بنبلش مع ابو انس مع بعض ما شاء الله. هاي يا اخوان ما شاء الله صلاه النبي مبركه عنده، شوفوا فيها كم من بوز جميل، باكستانيات امازوني او سيكي، فيها عمريات ما شاء الله، وفيها بواز، فيها كم من زاجل كأنه أزرق طبشيري، هي نوريات ما شاء الله.
طلعوا اشرار زرازير. طبعا السطح مبين ضيق بس الخشش كبيره. طلعوا ما شاء الله النغل صلاه النبي ما شاء الله. حبات العمري هذا كثير جميل ما شاء الله الله يبارك. وعندك هذا بولندي اسود ما شاء الله. هاي طيره عمريه هيك جايه سنفوره ما شاء الله. هاي مبرك الحمام اخوان عندها ميتها صلاه النبي. ابو انس انا عادي ابو انس افتح هان مش هفتح بس اصور يعني. طبعا هاي ايش فراخ ولا ايش؟ ما شاء الله صلاه النبي اغلبيتها زواجل. ما شاء الله هيك كانك معطي ابو انس زواجل صفر. هذول كلهم فراخ ما شاء الله صلاه النبي ما شاء الله. وازع كشامره الله يبارك له يا رب ما شاء الله. طبعا هاي راح نطلعها كمان شوي بس نحبس لكم الحمام ونحكي مع ابو انس شويه كلام. ما شاء الله هاي هي فراخ كمان. هاي عنده جواز صلاه النبي جواز زواج الزرق. بتطير هذول مقصوصات؟ خلاص اذا مقصوصات ايما ما شاء الله. زواج الزرق ما شاء الله صلاه النبي. هذول طاروا عندك ابو انس؟ ما شاء الله كشميري عزاجنا من ثمن التبريك. حلو. فحولك يعني حاطين على الطواير. ايوه تستفاد. ايوه ما شاء الله الله يبارك لك. صحيح مش غلط يعني هاي فحول يا اخوان قوايا حاطهم على الطواير يستفاد منهم في وقت البروك انه ايش يزقهم. طبعا هذول ايش هذول كمان فراخ ما شاء الله صلاه النبي. ضربات ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله مسوي هالضرب ما شاء الله صح. جميل صلاه النبي. وهذا المكبي ما شاء الله. الزاجل هذا هذا اكيد فرخه وهذا فرخه وهذا اكيد له. هذا له الاسود بندوق والكشميري. هذا الاسود اكيد صيد هذا المسروه لانه مش وجه حمامك. لك لا من الحمامي من حمامك. بس بقرش عليها الفراخ. ما شاء الله صلاه النبي ما شاء الله ما شاء الله. طلع الكشميري هذا الهومر. وهي معانا ابو انس يا اخوان. بلشنا يعطيك العافيه كيف الحال. بلشنا بالخلفي هاي ان شاء الله راح تصير منتج منها ما شاء الله. على ايش حاطه؟ واخونا على كشميريه بلجيكيه. نفس الثوب بس بهمنا الوجه ان شاء الله يصير نطلع منه ما شاء الله صلاه النبي. نحاول نطلع منه على الثوب. الله يبارك لك ابو انس ما شاء الله. طبعا الضربات ما شاء الله هذا المسود صلاه النبي والمكبي ما شاء الله الله يبارك له. حبات حلوه الله صيد 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 المرتب الله يلعب صيد وين ما كان بتصيد. هنا ايش في عندنا؟ هون شو فاضي بس في هنا جوز جواز ما شاء الله اخوان. نظام خشش سطحه يعني السطح كبير عشان تكونوا عارفين ولكن هو حاكم حاله بغرفه يعني بمكان معين. هذول جوز جواز معزولات الله يبارك له كمان ما شاء الله. حتين فرخ بس الثاني يا اخي فرخين ما شاء الله محضنوش وهيك طالع يعني ومسكر عليهم. من وين اجتهم البيضه هاي؟ سبحان الله ما شاء الله. وعندنا هنا شوفوا ما شاء الله الزاجل مراسلي. ها مراسلي. والله مقلوب مراسلي يا اخوان اسف مراسلي ازرق طيره زاجله ما شاء الله. انا شفته ضخم صراحه ما شاء الله. وعندنا هذول المراسليات الصفر. هذول الصفر كلهم عندهم فرخين ما شاء الله ما شاء الله. محمود شغال دعم بالمراسليات الزواجل الصفر. دعم دعم. هذول ايش؟ ضربوا جواز. تحب تطلع فوق عادي بس لا خلاص بدناش نغلب احنا ما شاء الله. زواجل بيض مراسليات طبعا ما شاء الله. السطح يا اخوان عباره عن مستعمره صغيره هالقد مكنسه. طبعا سطح انت بتحكي عن متر بمتر. طبعا محمود لا بدنا نفتح على المقاصيص قلنا المبركات. المبركات طبعا نشوفوا القعده يا اخوان. هسه بنقعد شوي بدنا نساله كم من سؤال لانه هو ما كانش يربي البذره هاي وبدنا نشوفه شو اللي خلاه يربي يعني رجع لها. خليكم معنا. طبعا يا اخوان ما شاء الله طلعنا المقاصيص هي تلعب برا ولكن بدي اسال ابو انس كم سؤال هيك لانه يا اخوان هو مكان يعني معجق شويه ولازم يكون في عنده خبره ببعض الشغلات. يعطيك العافيه ابو انس. علينا صوتك بعينك الله انت ومحمود يعطيكم العافيه منورين. الله طبعا الله يطرح لك البركه في المكان الجميل. ايش هكي انا نقرب يعني مش غلط مش غلط. ابو انس زمان شو كنت تربي او من قبل؟ والله يا حج بلشنا في البواز والعمريات. يعني انت اصلا غوايتك الاصليه في البواز والعمريات والمغبرات. حلو بلشنا فيه فتره منيحه والاسكندرانيات
وكان عندي بحدود 30 40 جوز بلشت فيهم. حلو. صار اني شوي اقضي وقتي معاهم وبعت والله. حلو. قلت خلاص خلي الواحد يلتقي في حاله في احواله في الوضع في الاشغال، الا انه شويه يرجع لي حبتين ثلاثه بعدين صار يرجع لي شويه حمام. حلو. قلت يا عم احلام هذا استغني عن الحمامات نقدرش. حلو. بدنا نظل في المجال هاي. حلو. شو رجعت تربي بعد ما روحوا لك؟ والله برضه رجعت ربيت في عندي كم جوز. حلو. ما قدرت استغني عنهم. بواز. وبواز وفي من المغبرات. حلو. اذا بتطلع هذي الموجودات. شفتهم ما شاء الله، انا فرجيتهم بالفيديو انه في كم من حبه مميزه. وتعرفنا على اخونا وجارنا وحبيبنا محمود العوامل. طبعا محمود زلمه محترم. ما شاء الله عليه. الله يبارك له. زلمه بنحط على الراس والله. والله. طلعت عنده شفت الزواجل. البلاجة والحمام هاي. حلو. صراحة شفت مطارها وشفت الحالات تاعتها. عجبت فيها. عجبت فيها وصرت مايل لها. حلو. اعطاني كم جوز من عنده. ايوه. من سلالي ودم قوي. وصلاة النبي. الله يبارك. بدل ساعة ساعة ونص. ما شاء الله. وهن طيارات والله ما بيسألني. طبعا. فرقت منهن وهي في عندي من الفراخ كنت بطرش فيها هسه راح اوريك اياها ان شاء الله. حمام حلو. يعني قبل كنت غاوي بواز وعمريات، هسه صرت غاوي زواجل. هسه على الزواجل. ما شاء الله. الله يبارك. على الشفرات. الله يبارك. طيب. وعلى المرسليات بس ما شاء الله. منطقتك هاي بنفع فيها ايش للكش؟ منطقتي قويسمه. ايوه. غير زواجل. غير زواجل لا. بدها زواجل، بدها مرسليات. حلو. بدها حمام قوي صراحه. طيب بالنسبه انت لا تربيتك بالحمام يعني لك فترة كبيرة بتربي. كيف او شو رأيك في البوز؟ بسد مكان الزاجل؟ كمطار لا. احنا كمخ بدناش كمطار لانه البوز مش هيتحمل مطار الزاجل طبعا. 100% بس كمخ ممكن انا بقول الرك على الكشيش. حلو. نفس اللي بكش. حلو. من مصغر الطير. كيف بربي؟ حلو. وشو المطاعم اللي بخذها وشو العلاجات من هو صغير وهو فرخ؟ بدزه على الكوم بعطيه. حلو. بعطيه مطار حلو وبعطيه وقت في الطيران. حلو. ليش اقول لك انه البوز لا وطير ناعم وبالعكس البوز والمغبر والعمريات حمام قويه. حلو. بتطلع فيها بتخالط فيها. كاست الشاي. مش عاطل. حلو. طيب هسه بالمنطقه هاي يعني اكبر كوم قديش وصل؟ هيك تقريبا كاست الشاي بصور راح محمود. شو كعدد؟ تقريبيا. وصل فوق 300. 300 وصل. يا زلمه بيجي على 7 وربع 7 7 وربع. حلو. وصل 400 وصل ممكن. هسه احنا بالفتره هاي بفتره الشتاء انا بتوقع بتعدى كثير. تعدى 500 كمان. اذا ما في بروخ. حلو. فتره الشتاء اللي هي وقت الموعد والحمام طالعه كلها قوايا. تعدى. لا ما شاء الله بعلى. انا لاني انا صورت عند محمود وانا بصور عند محمود في وقت جرد الفراخ اللي هو قبل يومين كنت شايف 300 400 طير فوق راسي. هذا بس بالفتره هاي 300. بالفتره لا هاي. لا عندنا 5000. يا سلام. والله يا اخوان لانه انت لو بدك تحسبها انت بشكل عام انت قويسمه شو قريب عليها كمان ابو علنده؟ ام نواره ايش كمان قريب؟ مناره والنصر. يعني يا اخوان هذا الكوم اصلا لما بتحكي كوم الكوم بيطلع بالسما زي هيك الحمام كلها مع بعض كل المناطق كل كوم بيمشي على منطقه فلما بتتجمع مع بعضها بتصل كثير فعليا لما قال لك 3 و4000 ممكن عشان بروق وكل الحمام برك بالعاده لما من حاره لحاره تخلط تعدلها 2000 3000. حلو. يعني ما شاء الله هي جاري لي هان. هذا ما شاء الله هي لحاله قاعد بكش بجوز 70 فرخ هي اكثر 120. ما شاء الله 150 غير اللي لسه مجهز. ابو انس قديش في كشيش حواليك عندي هان؟ ثار ما شاء الله ثار. يعني اخوي محمود العوام اللي جاري منه فوق. لا بدي اقرب شيء عليك انا بدي اللي يعني اللي بتحس حالك متضايق منهم. مش متضايق انه نفسيا نفس متضايق في الكش يعني انه مثلا انه برمته حواليك انه مثلا بدك تمشي بتتاخر منه زي هيك. والله لا يعني احنا كلهم حبايبنا واخواننا وان شاء الله مش مشاكل. حلو. لا مش انا كشخص انا بقول لك كحمام. كحمام يعني في هنا كان واحد اسمه اخونا عبد الله وحبيبنا اول ما بلشنا. انا اطلع هو يطلع يعني شوي متضايق على بعض. ايوه هان الفكره. ايوه اخوي وحبيبي وما شاء الله عليه بس انه هو يطلع وانا اطلع
كان شوية واحد يأخر واحد. واحد يأخر واحد. حلو. هو بيطلع حمامه جديد بيطلع فيها عبر مه. أيوة. ما بقدر أطلع. حلو. هان الفكرة. طب هسه في عندك يعني نقدر حواليه كان في 10 ربه. طبعا. حاس صلاة النبي. إذا بتطلع تطلع علي من هذا. أنا شايف في هان واحد وهناك واحد هيو هان واحد. حبيبنا هان في عادل بربي حمام. اها وفي ابوائل هي راس ما شاء الله قريبه وراس وهي واحد والله ورانا بالي يعني طلع ثلاث دور ضارب انا اخوان انا عشان مش اول مره باجي انا بتفاجئ انه في رفصات هي في رفصه انا هسه شفتها في رفصه في هان رفصه ما شاء الله هاي واحده هان واحده طيب هسه هاي صور داري جنبي تحت هان هيك في واحد يا حبيبي يا اخوان اول ما يطلع زي هيك بتفسد حمامه وعداره مصوب كلش بدري طلعش بدري يعني ماسك ايه طلع يا اخوان متفاهمين عادي امور كلوز ماشي يا زلمه هاي مفسد عنده ها والله مفسد له اقسم بالله مفسد طيب ابو انس طلع لنا طلع لنا الكش خلينا نشوفها بعد هناك خليكم معنا يا اخوان نحبس الحمام ونطلع الكل ومعنا اوس طبعا كشيش صغير هنا في الحاره ماسك السطح هو تقريبا بعد ابوه يفتح لنا هسه على كم طير 30 يلا افتح لنا شوف 30 حبة طبعا السطح هذا يا اخوان اصغر سطح يعني صورت في العالم صورت عليه الصراحة في طير مقصوص عندك نوري هيو هاي نوري احمر ولا نسل ديلو مقصوص من هذاك نام شايف البندوق نام هسه هاي دار البندوق هي اذا ما عندنا في القويس الرز مفروض الكشيشه كثيره بدك تكشكش يلا افتح طلع ما شاء الله طبعا الزواجل فيها بواز فيها عمريات يا سلام لو ظلها هيك بنزل البندوق طلع مصطفيها كلها ما شاء الله يا زلمه فيها هومرات بيض كانه مدربات على زواجل ما شاء الله راح روحي ما شاء الله طبعا يا اخوان زواجل على بلاشكا على كشامره طبعا فراخ هاي جديده يا اخوان يعني ممشاها مش هالمشي اللي انتم بتفكروا فيه لسه شايفين هاي فراخ تلعب قاعده لسه تمام فراخ لسه قاعده بتلعب وين راحت محمود وين راح تمام هاي ما شاء الله ما شاء الله صلاه النبي هسه بتخلط لنا هناك كم نضرب لنا 7 من عنده لا بس موعي حمامه لا محمود معقول ممكن تجيب الطير من على الرفصة هيك تخوت علي يا محمود قاعد يا زلمة تهوليش على الطارة تهوليش على الطارة يا زلمة والله العظيم يا زلمة مستحيل الطارة ايش يقول محمود العوام لا يا عمي ضري بطارة بقول لك امبارح ضارب اول امبارح ضارب 3 بطارة واحدة والله حرف ال الله يا عمي كفو عليك بعدين ممارسة يا اخي ممارسة حلوة والله دير بالك والحمام نصها شرد اخوان الحمام هان بتلعب شايفين فيها كم من فرخ صغير بلعب والباقي هاي بده يمشي شايفين ماشي اصلا شوفوا ما شاء الله طبعا احنا الساعة 10 الصبح هسه عشان تكونوا عارفين ما شاء الله تفرق تلعب الحمام لسه بتجرد حالها هذا بشوفه الكشميري هذا بشوفه فكره مزهور هاي محمود فكره مزهور والله طالع الحمام بلشت يا اخوان تمشي اللي 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 عنده ثقه بحاله بيمشي بروح واللي لسه بتلقاه ماسك برمه او ايش طاير عمله شوف تلعب لعب قاعد الحمام هذول ال 15 راهن هيما خلص في هذا كم شراحن وظل كم من واحد هان هيما ايش هسه بيمسكوا حالهم شايفين ما شاء الله قاعدين بيلعبوا لعب 6 جداد هم بينات انهم جداد هيما ما شاء الله ادلاك راحن ادلاك هيما ادلاك شوفوا وين بعد خلاص الله معهن ادلاك وعندنا الستة هدول طالعات جديد هدول بيلعب يعني شوي شوي بوثقوا بحالهم بصير يروحوا ادلاك هيما خشن جوا شوف 6 2 4 6 8 9 هدول اجداد في منهم بوزين
2 4 6 8 10 12 14 15 14 يا 14 يا 15 هذول اللي فوق راحن هيمه ما شاء الله عليهم. بتحكي عن فراخ يعني بتصاصي بواقي 7 بواقي 8 ما انا بحكي فراخ بتصاصي تقريبا يعني فطبيعي جدا تعمل هيك اشي راح واشي ظل. بقول لك في 6 هنا جداد منهم طرين في منهم كبار شوي يعني كسر النوعين. شوف ما شاء الله مصبغن احمر ما شاء الله. هاي في 3 اجن هذول غير ال 15 اللي راح هناك في 3 اجن هذلاك يمه فوق في العالي وفي 3 اجن. وين راحوا الثلاث؟ هاي الثلاث اجوا بوزين وزاجل فوق هذلاك وهذول الثلاث هسه اجوا هذول كانوا جوا هيك حلو. اصلا اذا حطوا هذول هسه اذا حطوا بنزل البندوق على فكره. طلع ما شاء الله هذلاك راحن. طبعا يا اخوان بس تمسك بعض الحمام برضو بنصور لكم خليكم معنا. شوف هاي الحمام مسكت برمه طبعا يا اخوانو في عندك كم شغل لبونه لحط يعني نزلن والباقي ضلوا ماسك ما حط ولكن ايش احنا عندنا هي الحمام ما شاء الله عليها تلعب قاعده فوق الدار. طبعا فراخ هاي القويه مبرك احنا بموسم فراخ يا اخوان احنا بموسم فراخ لسه فيها واغلبها بواقي 7 و8 يعني منيح منه الفرخ انه بيعمل معك هيك وبطلوها على موعد كمان وبصيدوا عليها تطلعوها موعد والله هسه هسه هيها طلعوا بصيدوا عليها يا اخوان فراخ والله العظيم وبطلعوها موعد. بس عشان هاي اول مره الحمام تطلع الصبح مطلعينها عشان نصور حلقه بس يا اخوان بس بطلعوها على موعد. تعش يعني موعد تعش يكوم يعني فراخها تطلع موعد والله ما انا عارف كيف ولكن سبحان الله زي ما انتم شايفين وضعها امورها تمام. الحمام نزلت مرتاحه فيها دباني كانه ولا متهيالي؟ لا عندك انت دباني؟ هذا ايش هذا؟ هيو لاحق المسكي هي 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 هذا دباني دباني هذا يا شباب ناس مش مركز مش مركز بحكي عندك دباني يعني شايف بالحمام ما شاء الله طلع الرفصه يا اخوان الحمام مش مبين عليها من كثر ما هي كبيره الرفصه ما شاء الله يعني وضعها لوز وامورها تمام. طلعوا الفرخ خاض بتشمس قاعد انه ما بيطلع اصلا بالنهار ما شاء الله. هذا البوز ببيعه برجع انا واحد رفيق هو اللي حكيت عنه هذا مشان هيك بنساه والله كل ما ابيعه برجع سبحان الله مش ما بتفقده اصلا والله ما بفقده صحيح بس ما شاء الله خلص ضل محل الله يبارك ما شاء الله والله ماني شايف الله يبارك. هاي فيها شفر كمان كانه كبير ها ما شاء الله الله يبارك له. طبعا يا اخوان زي ما انتم شايفين الحمام ثلاثه بالعدد يعني ما شاء الله زي ما انتم شايفين الحمام والسطح ما شاء الله يعني انت بتحكي هنا هيك من هان لهان مترين بالضبط ومن هان لهان 3 متر بالضبط يعني انا مش فاهم خشتين 3 4 5 3 متر يعني وهاي اصلا المفروض يعني لو بده يعملها خشه بيعملها ولكن هي حاط فيها جواز ما شاء الله الفراخ صلاة النبي الله يبارك له خشه عاليه بس ايش امور تمام. وهذا مطير الصيد شو هذا نجفي طبشيري زرزور يا محمود هذا نجفي طبشيري زرزور لا هذا وين ايوه ايوه هذا نجفي بس جاي كتف يا اخي ما هذا زي صاحبك اللي قال لك شخشلي كشميري مزهور نوري نجفي مزهور نوري نجفي بندو ما شاء الله حلو الطير هذا بس يخلص غياره ويمشي غياره كامل بصير جميل ما شاء الله ما شاء الله. وهي طبعا هاي ليش ما طلعتها هاي؟ هاي لسه فراخ يعني لسه مش مجهودة صغيرة. هذا اخو اللي برا ولا لا هذا اخو الاحمر الاسود ما شاء الله ما شاء الله الله يبارك الله يبارك. طيب هيك احنا يعني بنكون خلصنا الحلقة. بعرفش قديش صورت ولكن احنا بهمنا انه اخذنا الفائدة من الحلقة استفدنا منها تعلمنا منها شوية شغلات شفنا شوية حمام حلوة وشغل كش عليك ابو انس ما قصرت والله يطرح لك البركة في كل طير. ومحمود صيد الحارة الله يعطيك العافية وبدك تضيف. وهيك حبايبي بنكون وصلنا نهاية الفيديو بتمنى يا اخوان تنسوناش باللايك والشير والسلام عليكم.